أسعدتم أوقاتنا مشاهدي ميديا أن تي في أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والخاصة لحدث تقديم حصيلة وآفاق توسعة ميناء طنجة المتوسط. ولي العهد الأمير مولاي الحسن مثل الملك محمد السادس في هذا الحدث المحلي والإقليمي بل والعالمي كذلك. ولي العهد تابع العرض التي تم خلاله التأكيد على أن مركب طنجة المتوسط يجسد اليوم طموحا ملكيا نابعا عن رؤية صائبة باعتبار الموقع الذي اختاره الملك محمد السادس للمشروع على تقاطع الطرق البحرية. من جانب آخر تم التأكيد على أن تعليمات الملك محمد السادس إعطاء انطلاقة دراسة وأشغال ميناء طنجة 2 في نهاية العقد السالف مكن من رفع القدرة الاستيعابية للمركب لتتضاعف 3 مرات من 3 ملايين حاوية إلى 9 ملايين حاوية. إذن يتعلق الأمر بتقييم ما أنجز وباستشراف المستقبل. متابعة طبعا لهذا الحدث يحضر معنا هنا في الاستوديو المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد الشرقي. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك. إذن كما أسلفت هو حدث محلي وطني وكذلك هو حدث إقليمي ودولي، يتعلق الأمر بتقييم ما أنجز ميناء طنجة المتوسط 1 وكذلك إعطاء الانطلاقة الفعلية لميناء طنجة المتوسط 2، حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية ب3 أضعاف من 3 ملايين حاوية إلى 9 ملايين. هذا الميناء الذي أشرف على تدشينه جلالة الملك قبل سنوات وأعطى انطلاقته في 2003 ومثل جلالة الملك صاحب السمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن، هذا الميناء اليوم هو من يعني أكبر الموانئ العالمية. يمكن القول أنه حتى الآن بفقط ميناء طنجة واحد هو في الترتيب 45 عالميا، يعني هو في إفريقيا هو الأول قبل ميناء بورسعيد في مصر اللي هو في الرتبة 54، ويعني قبل طبعا افضل من ميناء جنوب افريقيا دربان اللي هو في الرتبه 65. فاذا من ناحيه الحجم ديال الميناء يعتبر من بين 50 ميناء الاكبر في العالم، طبعا تيربط يعني اكثر من 188 تقريبا ميناء عبر العالم باحجام مختلفه، وتربط حوالي يعني 80 دوله في العالم. طبعا هذا الميناء نسموه من يسمى الميناء يعني اكلاتمون او اعاده التوزيع، يعني حتى نفسر المواطنين، هذا ميناء ضخم تسمى المركب المينائي. هو تيكون ميناء في الجانب الصناعي، في الجانب اللوجستيكي، في الجانب الاستقبال السياح والوافدين، في جانب التخزين ديال الطاقه، في جوانب اخرى للانتاج، في شركات عالميه، ربما 800 شركه عالميه متواجده في هذا الميناء. فبالتالي يعني هذا ميناء من الموانئ يعني اللي التاريخ يتكلم عليها، يعني اكيد الاجيال القادمه ستسمع عن يعني ميناء طنجه الاول وميناء طنجه الثاني. إلى خدنا اليوم الأفق المستقبلية هو أنه غادي نوصلوا من 3 مليون حاوية 3.5 إلى 9، غنقربوا يعني 10، بمعنى أن الميناء غادي يتعامل يوميا حول 30 ألف حاوية في اليوم. فنتصوروا لا قسمناها على الساعات ولا قسمنا على الدقائق ولا قسمنا على الثواني، وبالتالي طبيعه العمل ديال الميناء هي من يعني الطبيعه التكنولوجيه 100%، غادي يجعل يعني المغرب اليوم يتعامل مع يعني البواخر اللي تجيه بطريقه يعني في نفس مستوى التعامل اللي كاين في الموانئ يعني العالميه. عطفا على كلامكم، المغرب بصدد التحول الى احد اهم مواقع اعاده الشحن على المستوى العالمي. نعم. يعني وهذا تموقع مهم ومهم جدا، وليست هناك ليس هناك عدد كبير من الدول التي تحوز هذه الخاصية والتي لديها هذه طبعا الخاصية المهمة والمهمة جدا. إذن أنا عندنا نقول يعني ميناء إعادة يعني توزيع، بمعنى أنه البواخر الكبرى التي تأتي إلى ميناء طنجة يعني تتحط يعني السلع ديالها يعني الحاويات ديالها في ميناء طنجة، ثم يعاد توزيع شحنها يعني في ما يسمى الموانئ الإقليمية اللي في غرب يعني القارة الإفريقية وفي شرق القارة الإفريقية في شمالها وجنوبها. بالتالي يعني هذا كما نقول هو ميناء
يعني طبعا هو ميناء داخل المملكة المغربية، لكن هو عنده امتداد إقليمي وهو عنده امتداد عالمي، وهو عنده واحد الخاصية، هو الميناء ربما الوحيد في العالم الذي يقع بين بحر ومحيط، وفي منطقة تقع بين قارتين اللي هي القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، وليس بعيدا عن الشرق الأوسط، وأيضا في خطوط البحر أو الخطوط البحرية التي تذهب شمالا إلى كندا والولايات المتحدة وجنوبا إلى القارة الأمريكية. فبالتالي يعني هذا على ذكر الموقع، يعني كانت هناك إشادة دائمة بالموقع الذي تم اختياره والذي اختاره الملك محمد السادس من أجل إنشاء هذا المركب المينائي. وطبعا أنتم تتابعون معنا الصور مشاهدينا الأفاضل. ولي العهد الأمير مولاي الحسن كما أسلفت مثل الملك محمد السادس في هذا الحدث الكبير محليا وإقليميا وعالميا. طبعا ولي العهد تابع العرض الذي قدم باستفاضة مجمل المعطيات الإحصائية المتصلة بهذا المركب المينائي في طبعا صيغته الأولى قبل الصيغة الموسعة. ولي العهد كذلك استمع للشروحات، قام بزيارة عدد من المنشآت، وستكون أو كان هناك إطلاق للعمليات المينائية في ميناء طنجة المتوسط. 2 ميديا إن تي في تفرد تغطية خاصة ومباشرة لهذا الحدث من خلال طبعا استوديو طنجة، كذلك هناك استوديو ميداني في ميناء طنجة المتوسط مع زميلة جوهرة الكحل، وفي الرباط كذلك استوديو طبعا مع زميلنا إيريك. إذن ميديا إن تي في تغطي هذا الحدث بما يلزم لأنه يتعلق طبعا الأمر بحدث كبير وكبير جدا. سأعود إليك سيد محمد الشرقي، يعني حصيلة ميناء طنجة المتوسط في الصيغة الأولى قبل الصيغة الموسعة كانت حصيلة فاقت كل الانتظارات والتوقعات، والآن بوجود هذه التوسعة في شكل ميناء طنجة 2 فالآفاق مهمة ومهمة جدا. بالتأكيد، لأنه الميناء الأول أو ميناء طنجة الأول ساعد على تطوير الصناعة في المغرب، صناعة السيارات، يعني بفضل الميناء استطاع المغرب أن يصدر سنويا ما قيمته 340-350 ألف سيارة في العالم. يعني الميناء لعب دور في يعني تطوير قطاع صناعة السيارات في المغرب. الميناء أيضا ساعد في يعني التجارة الخارجية للمملكة المغربية، لأن الميناء يعني يناول يعني الحاويات التي يعني تكون يعني تستقبل أو تصدر من الميناء قيمتها 33 مليار دولار. الميناء استقبل يعني يستقبل سنويا يعني أكثر من 3 ملايين سائح وزائر. فإذا إذا أخذنا فقط يعني هذه الإحصائيات نجد أن الميناء الثاني يعني التوسعة ستعطي للمغرب آفاق على الأقل 3 مرات. فبالتالي هذا سيمكن أولا من زيادة الصادرات المغربية، ونحن في حاجة إلى أن تكون صادراتنا كبيرة جدا. هذا الميناء سيعطي للمغرب دور إقليمي، لأنه يمكن أن يكون يعني هو بوابة عدد من الدول التي ليس لها بحر. بالمناسبة يجب أن نفكر في هذا التفكير، أن الدول التي ليست لها بحر يمكن أن تعتمد يعني على ميناء طنجة يعني الواحد واثنين في تجارتها الخارجية. وأكثر من ذلك، وهو سيعطي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين القارتين، الاتحاد الأوروبي كمجموعة اقتصادية وإفريقيا أيضا طبعاً، سيعطيها زخما من يعني التعاون والتبادل التجاري. فبالتالي هذا ميناء يعني اليوم يعني التجربة ديالو إيجابية جدا على مستوى يعني هذه 16 سنة أو 15 سنة من العمل. نتوقع أن تكون يعني إن شاء الله التوسعة ستعطي يعني نجاحا أكثر ونجاحا أكبر، خاصة أن المغرب اليوم يتموقع كما قلنا ضمن الدول الصاعدة، وكما نعلم أن الدول الصاعدة من شرط يعني الشروط التي يجب أن تتوفر عليها هي أن تتوفر على ميناء كبير. يعني كل الدول التي اليوم أصبحت في المستوى يعني العالمي دول صاعدة أو دول صناعية لها ميناء كبير، والمغرب يتوفر على هذه التجهيزات. حتى نضع ربما المشاهدين في الصورة بخصوص طبعا ميناء طنجة المتوسط 2، بات المغرب من خلال هذا المركب المينائي يتربع على عرش أكبر موانئ الحاويات في إفريقيا، ويدخل ضمن قائمة أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، طبعا بفضل هذا الموقع المتميز الذي ما فتئنا نؤكد عليه.
طبعا ممر تجاري مهم ومهم جدا. وهذا الاستثمار الجديد مشاهدينا استثمار التوسعة تبلغ قيمته 800 مليون دولار، خصصت لإنشاء المحطات الجديدة وكذلك بناء هذه المحطات في الميناء استغرق عامين، والهدف هو توفير مرافق جد متطورة خاصة بإعادة الشحن تنضم إلى المراكز الأخرى التي تستفيد منها كبريات الشركات العالمية. أعود إليك أستاذ محمد الشرقي، المحطة الجديدة ميناء طنجة المتوسط 2 شيدت وفق أحدث التكنولوجيات، وهي تعتبر من بين الأكثر فاعلية وأمانا على مستوى العالم، والكلام يعني ليس كلامنا نحن، هذه شهادة قالت بها العديد من الشركات. أنا أنقل شهادة شركة مولر مايرسك الدنماركية، أكبر طبعا معروفة هي الأولى في العالم في نقل الحاويات، هي الأولى في العالم، هي التي قالت بأن هذه التوسعة وميناء طنجة المتوسط 2 شيد وفق أحدث التكنولوجيات يجمع بين الفعالية والأمان كذلك. طبعا لأنه نحن نتعامل مع ميناء عالمي، يعني تدخله وتخرج منه يعني بواخر تتعامل في إطار عولمة، هذه العولمة تقاس أحيانا بأعشار أعشار الثواني، بمعنى أن حتى الثانية لها قيمتها، وبالتالي يعني الباخرة تدخل بدقة شديدة وبأمن كامل، و يعني تضع يعني على الرصيف حاويه او تشحن حاويه اخرى بالمعايير المعموله عالميا. لذلك نقول ان الميناء طنجه الاول والثاني يعني في التوسعه الجديده هو في نفس المعايير المعمول فيها في الموانئ العالميه مثل ميناء روتردام في هولندا. فبالتالي نحن اليوم امام معاملات عولماتية، نقول يعني في إطار العولمة بالمعايير المعتمدة في العولمة التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة جدا، بمعنى أن ما تدخل يعني الباخرة بالثانية والرصيف الذي تقع فيه الباخرة والحجم ديال الشاحنة ديال يعني الحاويات وطريقة الشحن ثم طريقة الخروج بالثانية، ويعني الدقة الجزء المتناهية، لأن كما قلنا الشركات التي تعمل في هذا الميناء هي شركات، تحدثت عنها ماركس، هي شركات عالمية وهي لها التزامات، وبالتالي هناك نقول قلنا 33 مليار دولار يعني كحجم ديال البضائع، بينما الميناء لوحده يعني نشاط الميناء يمثل حوالي 7 مليار دولار. نحن اليوم أمام ميناء عالمي كبير، يعني هذا الذي نريد أن نقوله. وبالتالي إذا أخذنا تجارب الدول، كل الدول التي نجحت بفضل موانئها، يعني كل دولة نقول اليوم في التاريخ يعني تتلقى ميناء أو ميناءين، إذا كانت الولايات المتحدة أو حتى روسيا أو الصين، يعني تعتمد على ميناء أو ميناءين. وبالتالي أن اليوم الرهان العالمي والتجارة العالمية ستتحكم فيها هذا النوع التي تمتلك أكيد جدا هذا النوع من الموانئ العالية. طبعا في إطار استكمال كل المعطيات المرتبطة بهذا الحدث وبتوسعة ميناء طنجة المتوسط 1، اليوم لدينا انطلاقة ميناء طنجة المتوسط 2، نتابع السيد أو استجواب أجرته الزميلة جوهرة الكحلة مفادة ميديا ان تي في إلى ميناء طنجة المتوسط، أجرته مع السيد إدريس العرابي مدير الاستيراد والتصدير بميناء طنجة المتوسط. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في إطار مواكبتنا لإعطاء انطلاقة مشروع طنجة المتوسط 2. يطيب لنا أن نستضيف اليوم السيد إدريس أعرابي مدير عمليات الاستيراد والتصدير، أهلا وسهلا بكم معنا. أهلا وسهلا. حري بنا ربما أن نبدأ بالحديث عن أهمية هذا المشروع. نعم، اليوم نحن بصدد إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمليات ميناء طنجة المتوسط 2، مما سيمكن من مضاعفة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط 3 مرات، للمرور من 3 ملايين حاوية سنويا إلى 9 ملايين حاوية، لكي يصبح ميناء طنجة المتوسط بالفعل الأول على صعيد البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر المشروع رؤية ملكية متبصرة من ناحية إنجاز مشروع أولا مندمج، وثانيا من ناحية التموقع الجيوستراتيجي في مضيق جبل طارق.
ويتمتع ميناء طنجة المتوسط كما سبق الذكر بتموقع يعني في مضيق جبل طارق الذي يعتبر ثاني مضيق من ناحية الربط البحري ومن ناحية عدد السفن التي تمر سنويا، حيث تمر أكثر من 100,000 سفينة سنويا، 200 سفينة يوميا من الشحن تمر في هذا المضيق الذي هو بالفعل عند مفترق الطرق البحرية الرئيسية ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. أيضا نقطة جد مهمة هي الموقع الجد قريب من أوروبا، حيث نحن على مقربة 14 كيلومتر من أوروبا، مما يمكن من أن يجعل هذا الميناء يعني ذات مكانة محورية في البحر الأبيض المتوسط من ناحية مرور الحاويات والشاحنات. وأيضا قرب ميناء طنجة المتوسط من أوروبا يخول له أن يتموقع كمنصة متكاملة حقيقية، والتي أصبحت منذ 12 سنة يعني منذ الشروع بالاشتغال بميناء طنجة المتوسط كأول ميناء تصدير للمغرب، وأيضا لتحسين تنافسية المغرب بصفة عامة. طيب، خلال سنوات قليلة من التواجد حققتم الكثير، نريد أن نتحدث عن ما تحقق فعلا حتى الآن. نعم، إذا من ناحية ما تحقق في المشروع، طنجة المتوسط هو كما سبق الذكر مشروع مندمج الذي يتكون من مركب مينائي ممتد على 1000 هكتار ويشمل ثلاث موانئ. ميناء طنجة المتوسط واحد هو الذي يتواجد يعني على يميننا، ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، والحلقة الجديدة هو ميناء طنجة المتوسط اثنان. كما يتوفر المشروع على منصة صناعية تشمل 1600 هكتار من المناطق الصناعية واللوجستية، في العموم هي 6 مناطق مختلفة. وأيضا المكون الثالث من المشروع هو الربط الذي يتوفر عليه الميناء مع الطرق السيارة وأيضا مع السكك الحديدية. يجدر بالذكر أيضا أن المركب المينائي طنجة المتوسط يتوفر حاليا يعني بعد الشروع بالعمل بميناء طنجة المتوسط 2 على طاقة استيعابية سنوية من 9 ملايين حاوية سنويا، مليون سيارة منها سيارات رونو التي يعني يتم تصنيعها بالقرب من الميناء، يعني نحن على بعد حوالي 25 كيلومتر، وأيضا 700,000 شاحنة و15 مليون طن من المحروقات. كما يمكن موقع ميناء طنجة المتوسط الاستراتيجي من تطوير الربط البحري، حيث يتوفر ميناء طنجة المتوسط على ربط مع 186 ميناء عبر العالم و77 دولة. هذا الربط البحري مكن المغرب بصفة عامة من التموقع في 20 دولة الأوائل من ناحية الربط البحري، وهو تصنيف يتم إعطاؤه كل سنة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وحاليا المغرب هو في المرتبة 18 عالميا. هو الآن في المرتبة الأولى إفريقيا؟ نعم، لا دوليا هو في المرتبة 18 عالميا، بعدما كان المغرب في السابق في 2005 في المرتبة 83 عالميا. وعلى المستوى الإفريقي مثلا؟ على المستوى الإفريقي المغرب هو في المرتبة الأولى. على المستوى المتوسطي؟ على المستوى المتوسطي ميناء طنجة المتوسط يتواجد حاليا في المرتبة الثالثة. طيب، لنتحدث الآن عن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع. من ناحية الاستثمار، إنجاز هذا المشروع الضخم تم التعبئة 88 مليار درهم منفذة ضمن مخطط شراكة ما بين القطاع الخاص والعام. 53 مليار درهم هي استثمارات القطاع الخاص و35 مليار كاستثمار للقطاع العام. 25 مليار درهم هي التي تم تعبئتها لإنجاز ميناء طنجة المتوسط 2، والتوزيع كان 13 مليار درهم تقريبا كاستثمار عمومي و12 مليار كاستثمار خاص.
عندما نتحدث سيد أعرابي عن الموانئ لابد وأن نتحدث عن المنصة الصناعية واللوجستية، نريد أن نعرف أكثر عن هاتين المادتين. نعم، يتوفر مشروع ميناء طنجة المتوسط على منصة صناعية ولوجستيكي تمتد على أكثر من 1600 هكتار وتتكون من 6 مناطق مختلفة. 80 مليار درهم هو حاليا حجم الصادرات التي تشمل يعني قطاع النسيج، الإلكترونيك، صناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية إلى آخره. يعني كل هذه القطاعات هي مشتغلة حاليا في مختلف المناطق الصناعية لميناء طنجة المتوسط. المنطقة الحرة اللوجستية هي تتواجد بخلف ميناء طنجة المتوسط وتمتد على 200 هكتار وتخدم خدمات نوعية من ناحية القيمة المضافة، وتشتغل في كل ما هو تجميع، تخزين وإمداد وتغليف يعني للمواد والبضائع. ويمكن أن نتحدث أيضا عن عدد الشركات التي تشتغل حاليا بمختلف المناطق الصناعية واللوجستية لمشروع ميناء طنجة المتوسط، حيث يبلغ عدد هذه الشركات 900 شركة حاليا أجنبية ووطنية. ومكنت هذه الشركات يعني من خلق ما يفوق 75 ألف منصب شغل. 70 ألف منصب شغل تم خلقها يعني بفضل مختلف هذه المناطق، و 5000 منصب شغل في المركب المينائي طنجة المتوسط. طيب، من المبكر ربما أن نتحدث عن حصيلة عمل 2019، ولكن أعتقد أنكم تمتلكون الكثير من المعلومات عن ما حققتموه في العام 2018. بالنسبة لإنجازات سنة 2018، تمت معالجة ما قيمته 317 مليار درهم يعني من البضائع الاستيراد والتصدير، ويعالج حاليا ميناء طنجة المتوسط أكثر من 50% من الصادرات المغربية، مما يؤكد يعني أهمية هذا المشروع بالنسبة لصادرات المغرب. كما يعتبر حاليا ميناء طنجة المتوسط الأول في إفريقيا يعني من ناحية معالجة البضائع وأيضا مرور المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين 2.8 مليون مسافر الذين عبروا السنة الماضية من طنجة المتوسط. أيضا 52 مليون طن هو حجم البضائع التي تمت مناولتها في ميناء طنجة المتوسط. أيضا عدد السيارات هو مهم، خصوصا المرتبط يعني بمشروع رونو، حيث بلغ العدد الإجمالي للسيارات 480 ألف سيارة التي تم مناولتها في الميناء، و 3.4 مليون حاوية التي تمت مناولتها في ميناء طنجة المتوسط واحد يعني قبل أن نبدأ بالاشتغال في ميناء طنجة المتوسط اثنان. ويجدر بالذكر أن حاليا ميناء طنجة المتوسط يتموقع في المرتبة 45 عالميا من أصل 500 ميناء من ناحية يعني حجم الحاويات التي يتم مناولتها في الميناء. على أن يتحسن هذا الرقم تدريجيا طبعا. نعم، يعني بفضل يعني الشروع بالاشتغال بميناء طنجة المتوسط اثنان، نتوقع أن يمر ميناء طنجة المتوسط إلى تصنيف 20 ميناء الأوائل يعني في العالم من ناحية مناولة الحاويات، وحوالي 40% من حركية الحاويات يتم إنجازها يعني مع الدول الإفريقية. تحدث من قبل السيد أعرابي عن رفع تنافسية الاقتصاد المغربي، كيف يساهم هذا المشروع الاستراتيجي بأصنافه الثلاثة في ذلك؟ بالفعل ميناء طنجة المتوسط كما قلنا هو مشروع مندمج، يعني يتوفر على مركب مينائي من الطراز العالمي الذي يسمح يعني لجميع الشركات بأن تتوفر على جميع الوسائل اللوجستية يعني للقيام بعمليات الاستيراد والتصدير. ولكن أيضا ما وراء الميناء يعني كل ما هو مناطق حرة صناعية ولوجستية وصناعية هي أيضا تخول للميناء أن يصبح يعني أداة للتنافسية يعني الوطنية وأيضا الدولية، بفضل كل ما هو ربط بحري الذي يتوفر عليه الميناء، وأيضا الربط الذي يتوفر عليه الميناء يعني مع
باقي مدن المغرب عبر الطرق السيارة وأيضا عبر السكك الحديدية. طيب اليد المهنية المغربية لم نتحدث عنها، كيف ساهمت في إنجاح هذا المشروع سيد عربي؟ بالفعل بالنسبة لليد العاملة مثلا في المركب المينائي طنجة المتوسط، جل اليد العاملة إن لم نقل كل اليد العاملة التي تشتغل حاليا بالمركب المينائي هي يد عاملة 100% مغربية، يعني مكونة داخل المغرب، مكونة يعني في 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 المغرب، وأيضا هي يد عاملة يعني تتكون من مهندسين، من تقنيين، من يد عاملة يعني لإخذات تجربة يعني في كل ما هو أنشطة مينائية. خلال سنوات قليلة سيد أعرابي حققتم الكثير في هذا المشروع، هل هذه التجربة المغربية قابلة للتصدير اليوم؟ بالفعل بفضل 12 سنة يعني من مراكمة التجربة التي عايشها يعني ميناء طنجة المتوسط من ناحية الهندسة، من ناحية استغلال الموانئ، أصبح يعني أطر وتقنيو الميناء يتوفرون على تجربة جد مهمة في هذا الميدان، وبالفعل يمكننا أن نتحدث يعني عن تصدير هذه التجربة عبر الشراكات الذي يبرمها يعني ميناء طنجة المتوسط خصوصا مع الدول الإفريقية أو باقي الدول الأجنبية. السيد دريس أعرابي مدير عملية الاستيراد والتصدير كنتم معنا مباشرة على قناة ميديا تي في، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم التوفيق. تغطية ميديا تي في للحدث، حدث انطلاقة ميناء طنجة المتوسط 2 متواصلة. مشاهدينا الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه التغطية. أهلا بكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى ثاني أجزاء هذه التغطية المباشرة والخاصة التي تفردها قناة ميديا تي في لحدث تقديم حصيلة وآفاق توسعة ميناء طنجة المتوسط. ولي العهد الأمير مولاي الحسن مثل الملك محمد السادس في هذا الحدث الذي لا يكتسي فقط طابعا محليا بقدر ما يتعلق الأمر بحدث إقليمي وعالمي كذلك. ولي العهد تابع العرض المستفيض الذي طرح بالأرقام وبالمعطيات كيف تطورت الإنجازات على مستوى طنجة المتوسط 1 وكذلك الأسباب التي أوجبت إعطاء انطلاقة طنجة المتوسط 2 وتفاعلا طبعا مع هذه الفكرة. أتوجه بالسؤال مجددا لضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد الشرقي. طنجة المتوسط 1 منذ العام طبعا 2003 يتعلق الأمر ب16 عاما، ما الذي أوجب توسعة لهذا المركب المينائي؟ ما الذي أوجب إعطاء ميناء طنجة المتوسط 2 في هذا الظرف بالذات؟ هل فعلا بالنسبة لطنجة المتوسط 1 تم هناك أو تحقق كل ما كان يجب أن يتحقق، ويمكن القول بأنه كان من الضروري وكان لزاما أن تتم التوسعة من أجل جلب المزيد من الاستثمارات حتى يبقى أو يبقى لهذا المشروع هذا الزخم وهذه هذا الإشعاع والفعالية عبر العالم؟ أعتقد بكل تأكيد، لأن ميناء طنجة المتوسط يعني الأول جاء في سياق يعني بداية نقول بداية صناعة وتصدير السيارات من طنجة، وبالتالي يعني اليوم وصلنا الى ما يسمى قدر نقولوا ساتوراسيون، يعني 340 الف اليوم سياره، تقريبا نصف الصادرات ديال المغرب نقدر نقولوا يعني اكثر من 15 مليار دولار تصدر عبر ميناء يعني طنجة،
ثم ان الميناء يستورد اليوم جزء كبير من 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 السلع الاستهلاكيه داخل المملكه. يمكن نقولوا ان وصلنا لواحد الحد ان الميناء في صيغته الحاليه كطاقه استيعابيه استنفدناها او نكاد تقريبا أو نكاد. نحن اليوم امام طموح اخر، يعني طموح مستقبلي، هو ان نضاعف 3 مرات هذه القدرات. لناخذ مثلا قطاع السيارات، نحن اليوم مقبلون على انتاج وتصدير ما لا يقل على 1 مليون عربة سنويا، بمعنى 800,000 ديال رونو بنوعيها، رونو ديال طنجة ورونو ديال الدار البيضاء، لا وبيجو سيتروين ديال قنيطرة. هذه فقط إلا خدينا غير السيارات نقولوا الفرنسية، يعني ما نحكيوش على المفاوضات اللي كاينه مع شركات إيطاليا ودول أخرى، يعني ما نكشفوش عليها على كل حال. فبالتالي يعني على الأقل خصك ميناء يصدر لك 1 مليون عربة، 1 مليون سيارة، هذه مهمة. ثانيا اليوم هناك توسع لوجستيكي، يعني الشركات العالمية اليوم في المغرب متواجدة في طنجة، في الدار البيضاء، في القنيطرة، في الرباط، في مدن يعني حول يعني المناطق الصناعية في عدد من مناطق المملكة، كلها تصدر جزء من انتاجها نحو الاسواق العالميه، لان هي احيانا تعمل لمناوله سوتريتونس. بالتالي هناك توسع، هناك زياده في الانتاج. المغرب والشركات المغربيه ايضا لها طموح ان تزيد يعني صادراتها نحو الاسواق الاخرى، نحو الاسواق الافريقيه مثلا، ناخذين الاسواق. جزء من 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 توسعه يعني الميناء ستوجه الى يعني امتصاص هذا الطلب او الاستجابه الى هذا الطلب. طبعا عندما ننظر الى يعني هذه النظره اللوجستيكيه ديال الصادرات والواردات، ننظر اليها من النظره الماليه، النظره الاستثماريه، بمعنى انه هناك شركات اخرى ستدخل الى السوق المغربيه، هناك استثمارات اخرى ستدخل الى السوق المغربيه، هناك توسع على مستوى المجالات الجغرافية والجهات، يعني أنواع مختلفة من الخدمات والصناعات، فبالتالي هناك استثمار، هناك خلق فرص عمل. ما أنا في رأيي يجب التفكير فيه أيضا هو ربط يعني مزيد من الشبكة، أيضا الشبكة اللي عندنا اليوم ربما ايضا يجب التفكير فيها، شبكه يعني السكك الحديد يعني طورناها بالتي جي في مزيان، ولكن يجب ان نفكر في ربط شبكه ربما نحو مناطق اخرى، ايضا التفكير في تطوير يعني الشبكات ديال البريه اللي هي لوتوروت. فبالتالي ما هو مواصلات حتى يستفيد اكيد تراب الوطن من هذا المركب، من هذا الميناء كما قلنا، هذا ميناء وليس فقط هو اسمه طنجه على البحر الابيض المتوسط، ولكن هو ميناء للمملكه المغربيه، ميناء شمال افريقيا، ميناء الاتحاد المغاربي، ميناء افريقيا، ميناء دول الجنوب، ميناء دول العالم النامي، ميناء جنوب اوروبا، ميناء العالم العربي الاسلامي. هو يعني هذا الميناء له هويات عده، ولكن هدفه الاساسي هو تطوير يعني دول كثيره. يعني انا ارى انه هذا الميناء يعني من حوله يتطور، لانه في التاريخ اذا قرينا التواريخ يعني كثير من ميناء واحد طور يعني عدد من الدول، حتى اليوم في اوروبا، يعني اوروبا كانت اوروبا يعني اللي ما عندهاش ميناء مثلا سويسرا مثلا فبالتالي تتكون يعني ميناء مارسي مثلا، او ميناء جينوفا في ايطاليا، او ميناء في الشمال في هولندا، تتلعب هذا الدور انها تدخل هذيك السلع الى وسط سويسرا او دول اخرى. فنفس التجربه بالنسبه لاوروبا، يعني الميناء الكبير سيلعب دور يعني الشحن والتصدير والاستيراد بالنسبه للمغرب ودول اخرى. نغادر استديوهاتنا في طنجه ونذهب راسا الى طنجة المتوسط أو إلى ميناء طنجة المتوسط لنستمع مشاهدينا الكرام إلى مداخلة أو إلى مقطع من العرض الذي تقدم به فؤاد البريني رئيس مجلس رقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط. العرض طبعا الذي استعرض باستفاضة آفاق أو حصيلة وآفاق توسعة ميناء طنجة المتوسط أمام أنظار وعلى مسامع ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي مثل الملك محمد السادس في هذا الحدث، حدث إعطاء انطلاقات ميناء طنجة المتوسط. Cette dynamique se poursuit, portée par un nouveau programme d'investissement de 9 milliards de dirhams. Il vise à accompagner la croissance des exportations marocaines, industrielles et agricoles, à travers l'extension des capacités de traitement portuaire et l'aménagement de nouvelles zones de facilitation, en particulier pour le transport international routier TIR. Cette dynamique permettra de contribuer à l'amélioration de la compétitivité logistique du continent africain
et de confirmer l'intégration du Maroc dans les principaux corridors logistiques mondiaux, en plaçant Tangemet dans un proche horizon dans le top 20 mondial des ports à conteneurs. Permettez-moi, au nom de la famille Tangemet, acteur maritime, logistique et industriel, marocain et international, d'exprimer notre extrême reconnaissance à Sa Majesté le Roi d'avoir veillé à transformer un rêve, une vision en réalité, une réalité garante de la compétitivité durable et des réussites à venir. La poursuite de la dynamique de développement voulue par Sa Majesté le Roi pour la région Nord conforte sa position comme deuxième pôle économique du royaume. Désormais, à quelques encablures de l'Europe, se dresse un territoire fier de sa dynamique de développement économique et social, attractif et à même d'assumer pleinement son rôle d'acteur dans l'économie mondiale. أعود إليك أستاذ محمد الشرقي. أريد أن أتوقف معك مجددا عند الرقم الذي طبعا سبق وأعلننا عنه في بداية هذه التغطية، يتعلق بمضاعفة الطاقة الاستيعابية من 3 ملايين حاويات سنويا، وهو رقم المسجل من طنجة المتوسط 1. ستتم مضاعفة الرقم ليس مرتين بل 3 مرات، 9 ملايين حاوية. كيف سيتم ذلك وما أهمية ذلك حتى نضع عموم المشاهدين في الصورة؟ ما الذي سيجنيه المغرب؟ كيف سيربح من هذه المضاعفة، يعني 3 أضعاف في الصيغة الجديدة لهذا المركب المينائي؟ إذا كان الميناء ميناء طنجة المتوسط يحتل الرتبة العالمية 45، يعني بعد الترتيب يعني عالمي، لأن هذا الشيء في تدقيق، يعني الكونتينر مانجمنت اللي تعطي الترتيب، يعني المغرب 44 45 ميناء. هذا الرقم ديال 3، وهو الاول كنا يعني الاول افريقيا يعني قبل مصر وقبل جنوب افريقيا، يعني المغرب افضل من مصر وافضل من جنوب افريقيا. فما بالك عندما يكون حجم الميناء 3 مرات، بمعنى هو سيتنافس مع موانئ كبرى في الشمال، يعني غالبا اسبانيا ايطاليا وفرنسا مارسي، والموانئ الاخرى اللي كاينه في الولايات المتحده، وموانئ بعد الموانئ في الخليج والصين. نحن نتكلم على اليوم يعني 21 ميناء كبير في العالم، يعني الموانئ الكبرى. هذه الموانئ الكبرى هي موجهة إلى ما يسمى الإقليم، يعني الأريا، يعني مش فقط للبلد، لأن المنطقة التي الجغرافيا التي ينتمي إليها، لأن مثلا هذه السلع قد تأتي مثلا بالقمح، قد تأتي بالسيارات، قد تأتي بالشاحنات، قد تأتي بالتكنولوجيات، قد تأتي بسلع. هذه السلع تأتي بحجم كبير لأن تأتي من مصانع، مثلا في مصانع في آسيا، وتوزع مثلا إلى منطقة، إلى إفريقيا مثلا. فمن ميناء طنجة توزع هذه السلع نحو مثلا إفريقيا، البلدان المستوردة في إفريقيا جنوب الصحراء. لذلك اليوم المشاريع المهيكلة التي تقوم بها المملكة المغربية، مثلا 88 مليار درهم، 7 مليار ديال الدولار اللي اليوم كاينة كمشاريع في الصحراء المغربية في جنوب، لربط يعني مناطق جنوب المغرب بالحدود مع موريتانيا، امتدادا إلى السنغال، إلى السنغال في الغرب الإفريقي، لأن نحن اليوم أمام خريطة إقليمية وعالمية. يعني نحن يعني الميناء هذا لا يمكن أن يستورد فقط للصناعة للسوق المغربية، حتى نكون واقعيين، يعني السوق المغربية ضعيفة وصغيرة قياسا إلى حجم الميناء. إذا هو ينسجم مع الرؤية المغربية أو لنقول الرؤية الملكية الهادفة إلى تطوير الجنوب برمته أو القارة الإفريقية، كيف أنها قارة متضامنة وكيف أنها قارة كل المشاريع العملاقة التي تكون في هذه القارة تعود بالنفع على القارة إجمالا. إفريقيا تماما، لأن هذا مشروع كما قلنا مشروع إفريقي، يعني صحيح أن المغرب الذي يقوده، لكن هو في عمقه وفي أهدافه وفي استراتيجيته ومراميه هو عمقه الإفريقية. بالتالي ربط إفريقيا بالعالم، لأن يعني هناك دول إفريقية يعني ليست لها موانئ، يعني نعرفها نيجيريا ونيجر ومالي وكثير من الدول، يعني دول الساحل ليست لها موانئ. فبالتالي يعني
هذه الدول قد تصلها السلع من ميناء طنجة عبر البر، يعني عبر الطرق. تشددون على وجوب تطوير كل ما هو مواصلات أكيد برية حتى أكيد فعلا تعم فائدة المشروع على الأقطار. أكيد لأنه في التاريخ بناء الموانئ في العالم كان الميناء ويربط بالمناطق التي يريد الوصول إليها، وهذه المناطق قد تكون بآلاف الكيلومترات، يعني ليست بالضرورة يعني على بعد 100 كيلومتر أو 1000 كيلومتر، لأن يعني قد يكون 4000 كيلومتر، يعني قد يمتد من طنجة إلى لاغوس، يعني باش نفهموا هذا الحل. لماذا؟ لأن هذا يدخل في إطار عولمة، في إطار تكنولوجية المبادلات العالمية التي ربما نقول فيها واحد الجملة، هي أن قد تنخفض في دول الشمال ولكن ستتطور في دول الجنوب، يعني دول الجنوب لها فرصة أخرى يقيناً أن تتطور التجارة بينها وبين الدول المتقدمة، ولكن أساساً بينها يعني جنوب جنوب، وهذه فرصة كبيرة جداً يتيحها ميناء طنجة لهذه الدول. طيب ميناء طنجة المتوسط سأعود إلى رقم 9 ملايين حاوية. كرقم هو جالب ربما للاستثمارات يقينا، يعني العديد من الشركات قد يعني يبدو لها المجال واسعا حتى تستثمر، بما ان كل الاستثمارات يعني كمنتوج سينتج على ارض هذه المملكه هو قابل للتصدير من خلال إذن علاقة توسعة ميناء طنجة المتوسط بجلب المزيد من الاستثمارات ليس فقط في قطاع صناعة السيارات ولكن ربما في قطاعات أخرى. طبعا لأن نحن نتحدث على ميناء دولي، والشركات اليوم هذه الشركات العالميه المعروفه مايركس وغيرها مثلا مايركس كلها موجوده في الميناء، يعني المعروفه، يعني هذه الشركه رائده عالميه، رائده عالميا، وبالتالي هي عندما نقول رائده عالمي انها يعني فاعله في بقيه الموانئ المشابهه لميناء طنجة المتوسط، فبإذن هي تعمل في نفس يعني المواصفات لنورم يسمى لنورم. هذه الجانب الأول. الجانب الثاني هو اليوم عندنا يعني بين 800 ربما وصلت حتى 900 ربما 1000 شركة تعمل في الميناء وحول الميناء في خدمات مختلفة، لأن نحن أمام ميناء دولي كما قلنا، يعني في الشحن، في اللوجستيك، في التخزين، في الجانب الصناعي، في الجانب التقني، في الجانب التجاري، في الجانب الحساباتي، في يعني مهن كثيرة جدا حول الميناء وداخل الميناء. هذا باش نفهموها تاني. الشيء الثالث وهو أنه الميناء يعطي حركية في ارتباط الاقتصاد الإفريقي والمغاربي أساسا مع الاتحاد الأوروبي، وهذه تم التأكيد عليها في الاجتماع 14 للجنة المشتركة المغربية الأوروبية في بروكسل قبل يومين. فبالتالي يعني الميناء ينسجم مع هذه يعني التصورات. الشيء الثالث وهو أن الميناء يساعد في جلب الاستثمارات، لأن اليوم العالم لا يعني العالم مش عنده أزمة استثمارات، ولكن توجيه هذه الاستثمارات والأسواق، هناك حقا أسواق تحصل على الاستثمارات أكثر وهناك أسواق تحصل على الاستثمارات أقل، واللي تحصل على الاستثمارات أكثر يجب أن تكون تتوفر على يعني شروط هذه الاستثمارات، نحكي عن الاستثمارات الضخمة. فإذا صناعة السيارات كما قلنا اليوم هي من الاستثمارات الواعدة في المملكة المغربية. حكينا على قطاع صناعة الطائرات، لا ننسى أنه صناعة الطائرات من الصناعات المهمة، لا ننسى أيضا صناعة الغذائية. الصناعات الغذائية لها مستقبل كبير، والمغرب الحمد لله بلد فلاح. وثم لا ننسى شيئا ثالثا وهو مهم جدا، وهو الدور السياحي للميناء. الميناء يستقبل 3 ملايين وهناك يعني ريال على استقبال 20 مليون. أريد أن أفصل معك في هذه النقطة، يعني نقطة الجانب السياحي، نقطة التنقل، تنقل المسافرين، ونحن نعرف يعني ونحن في أوج أو في ذروة موسم العبور من خلال ميناء طنجة المتوسط، عبور السياح وكذلك المغاربة المقيمين، مغاربة العالم يعني في إطار عملية مرحبا. قيمة هذا المشروع من حيث تيسير وتسهيل التنقل من وإلى المملكة وكذلك جلب المزيد من السياح الذين يدخلون إلى المغرب من خلال هذه المنطقة أو من خلال هذا المركب. أولا الميناء يعطي إمكانية ما يسمى بواخر أكبر، بما يسمى المياه العميقة، فبالتالي يعني يمكن أن تستقبل بواخر كبيرة جدا لما يسمى البواخر العابرة للقارات، وهذا طبعا سيعطي المغرب واحد مكانة سياحية عالمية.
طبعا بالنسبة للإخوة المغاربة العالم يعني هذا الميناء وحنا شفناها في السنوات الأخيرة أعطى يعني واحد مجال جيد جدا من حيث الاستقبال، من حيث الشروط يعني المواصفات المختلفة بالنسبة لعبور السيارات وعبور الأفراد، وبالتالي الميناء يعني لعب دور جدا، لعب دور أساسي في يعني تحسين الخدمات، خدمات الاستقبال. كنا نتعرفوا لأنه كان مهاجر العالم يشكونا في ميناء طنجة القديم، كان صغير وكانت يعني بواخر ربما صغيرة، وكانت يعني ربما يعني ظروف، كان ظروف الاستقبال غير يعني ما هي اليوم. الحمد لله الميناء يعني رغم أنه بعض المرات قد يكون يعني في اكتضاد وفي فترات في أيام الأعياد كما حدث قبل سنة، لكن إجمالا الميناء يعني يستقبل اليوم بإمكانه أن يستقبل يعني ملايين ديال الناس يعني زائرين في اتجاهين بالنسبة لمغاربة العالم. لكن أنا بغيت نقول شيء آخر، وهو اليوم الميناء بحد ذاته يقوم بالدعاية لنفسه، لا ننسى هذا الجانب. لماذا؟ لأن الميناء تشتغل فيه شركات دولية، شركات عالمية، وهذه الشركات العالمية لها امتداد على مستوى العالم، هي لا تعرف الحدود، لا الحدود البرية ولا الحدود التكنولوجية ولا الحدود حتى المالية، يعني تتعامل بطرق سهلة جدا. فبالتالي هي عندما تتواجد في ميناء طنجة المتوسط هي أيضا تقوم بالدعاية لنفسها وتعرف من الفضائل وبشروط عملها وبما تحققه من تقدم وتطور في ميناء طنجة، فهذا أيضا يعني يساهم في الترويج للترويج للميناء وللمملكة كذلك في كل المجالات كما قلنا، السياحية والتجارية والصناعية واللوجستيكية والتخزين وإلى آخره. فبالتالي الميناء في حد ذاته هو مؤسسة يقوم بالدعاية لنفسه من خلال الشركات التي تعمل فيه. جميل، سأواصل مشاهدينا ربما باستعراض بعض الأرقام المتصلة بالعام 2018. إذن طنجة أو ميناء طنجة المتوسط 1 يتعلق الأمر بأول ميناء على الصعيد الإفريقي، خلال فقط 7 سنوات من الاشتغال هو رابع على المستوى المتوسطي، هو كما أسلفنا وكما جاء على لسان الأستاذ محمد الشرقي في الرتبة 45 من بين 500 ميناء عبر العالم. إذن هو كذلك يتصل أسبوعيا بأزيد من 186 ميناء في 80 بلدا، 3.5 ملايين حاوية سنويا، 52 مليون طن من الصادرات. هو كذلك رقم أو الميناء رقم 1 في المغرب بعائدات فوق 317 مليار درهم عبر العالم. إذن هذه بعض الأرقام المتصلة بحصيلة العام 2018 على أن الآفاق هي واعدة وواعدة جدا في هذا الصدد. أدعوكم لمتابعة شاشة تفاعلية أعدتها لنا ملك مهراج تواصل من خلالها استعراض الأرقام المتصلة بهذا المركب المينائي الضخم. بعد 7 أعوام فقط من الاستغلال، أصبح ميناء طنجة المتوسط واحدا من أضخم مشاريع البنية التحتية في المغرب وأهم بوابة بحرية لتجارة الخارجية للمملكة. طنجة المتوسط تمكن من الوصول لمواقع ريادية على الصعيدين الدولي والقاري، حيث يصنف حاليا أكبر ميناء في إفريقيا والرابع على مستوى الحوض المتوسطي والخامس والأربعين عالميا من بين 500 ميناء دولي. يوفر ميناء طنجة المتوسط ربطا دوليا يغطي ما يقارب 186 ميناء ب80 دولة عبر العالم. موقعه على بوابة جبل طارق يجعله على بعد 10 أيام من الولايات المتحدة و20 يوما من الصين، وببين يومين ل8 أيام من دول غرب إفريقيا، وعلى بعد ساعة 1 فقط من إسبانيا. على هذا الميناء ترسو 14,000 سفينة سنويا، كما يستقبل 3.5 مليون من الحاويات بطاقة استيعابية تقدر ب52 مليون طن.
بالإضافة لكونه ميناء لنقل البضائع والركاب ومعالجة الحاويات، ففتئ ميناء طنجة المتوسط يكرس مكانته كأول منصة للتصدير والاستيراد في المغرب بمعالجة ما مجموعه 317 مليار درهم سنوياً. المركب المينائي الضخم يمتد حالياً على أزيد من 1600 هكتار من المناطق الصناعية التي تستقبل أزيد من 900 شركة، وتحث هذه الشركات ما لا يقل عن 70,000 منصب شغل مباشر. توسيع البنيات المينائية لطنجة المتوسط سيزيد من الطاقة الاستيعابية والقدرة التنافسية للميناء، خاصة فيما يتعلق بمعالجة تدفقات الحاويات والتدفقات اللوجستية. الميناء المتوسطي الثاني الذي سيبدأ العمل به يتوفر على أرصفة بطول 1800 متر ومنطقة مخصصة لتخزين الحاويات مساحتها 150 هكتارا. هذه المنصة الجديدة سترفع القدرة الاستيعابية للميناء لتصل إلى 9 ملايين حاوية، من بينها 3 ملايين تتم معالجتها في طنجة المتوسط واحد، وسترتفع سعة الحاويات أيضا لتبلغ 120 مليون طن سنويا. هذا التوسع في الأنشطة وفي الأداء يرتقب أن يرتقي بطنجة المتوسط إلى مرتبة أول ميناء على الصعيد المتوسط والمرتبة 20 في تصنيف الموانئ العالمية. يشار إلى أن شركة الملاحة AMBM مارسك ستخصص استثمارات بقيمة 900 مليون يورو ستمكن من توظيف أحدث المعدات في مجالات التخزين والمناولة، وأيضا استقبال البواخر والسفن بمختلف أوزانها وأحجامها، بما في ذلك أكبر سفن الحاويات في العالم. شكرا لكم على المتابعة. واصل معك أستاذ محمد الشرقي برقم استوقفنا معا طبعا، ونحن نطالع مجمل المعطيات الإحصائية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط. إذن عندما يتعلق الأمر بأن على مستوى لا كونكتيفيتي يعني الاتصال والتواصل والربط ربط ما بين يومين إلى 8 أيام في 22 بلدا من إفريقيا الغربية أو من دول غرب إفريقيا، كيف نقرأ هذا الرقم؟ نقرأ هذا أنه الباخرة عندما تأتي إلى ميناء طنجة المتوسط تصل إلى واحدة من هذه الدول 22 دولة يعني في أجل أقصاه 8 أيام، يعني يتراوح بين الأدنى هو يومين فقط. يعني تخيلي معي أنه سلعة غتجي من الصين أو من الولايات المتحدة، يعني حتى مشوا السلع البعيدة يعني ستصل إلى إفريقيا الغربية في بين يومين 3 أيام 4 أيام أقصاها 8 أيام بالنسبة للدول البعيدة. لا ننسى أن هذه الدول عندها إشكاليتين، هناك الدول اللي ربما الموانئ ديالها يعني ليست مجهزة كما قلنا كافية، أو هناك أحيانا مشكل ديال النقل البري. لا ننسى شيء آخر، وهو أن بإمكان هذه الدول أن تصدر عبر ميناء طنجة المتوسط. يعني صحيح، يعني في الاتجاهين. نحن عندما نقول يعني الربط كونكتيفيتي فنقول يا إما تأتي المادة أو المنتوج إلى ميناء طنجة المتوسط وتستورده هذه الدول، أو هي تصنع المنتوجات التي تريد أن تصدرها وتبعثها إلى ميناء طنجة المتوسط وتربط بالعالم من خلال هذا المركب. من خلال يعني لأنه باش توصل حتى الموانئ في الصين شنغاي، ولا موانئ في كندا، ولا موانئ يعني في جنوب القارة الأمريكية أو في الولايات المتحدة أو حتى في دبي، يعني تحتاج إلى أيام وأيام أيام، ولكن تحتاج إلى 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 يعني نقول يعني بواخر من أصناف معينة، لأن كل سلعة كل نوع من السلع يخضع لعوامل يعني نقول يعني كاين دي كريتير، يعني كاين معايير معتمدة. فبالتالي يعني السلع التي تشحن مثلا إما أن تكون سلع غذائية فلها يعني خصوصية معينة، السلع التي تشحن مواد أولية لها يعني بواخر معينة، السلع التي تكون مصنعة
أو معلبة لها يعني بواخر معينة، فبالتالي الميناء طنجة هو يستجيب إلى كل هذه الأنواع من السلع. يعني لذلك نحن نقول التخزين، ربما التخزين المقصود منه هو تخزين هذه السلع وتعليبها يعني جعلها لأنها سترسل إلى مستهلكين في بلد آخر، فبالتالي يجب الحفاظ على جودتها وعلى يعني القوة ديالها، إن كانت سلعة إن كانت مواد تؤكل إن كانت شيء أخرى، فبالتالي يجب أن نتخيل كل هذه الأشياء. لذلك الميناء هذا عندما مرة أخرى نقول ميناء، هذا ميناء يستجيب لطموح دول إفريقية عدة، ويضع المغرب على يعني بوابة بلد صاعد. صحيح هناك بعض الصعوبات التي يحكوا عليها الناس في الجوانب الاجتماعية إلى آخره، لكن على مستوى هذه النوع من التجهيزات المغرب يعتبر من الدول القليلة جدا التي لها هذا النوع من التجهيزات، التي بالمناسبة يمكن نقارنها من الجزيرة الخضراء، يمكن نتكلم على 36 مليون مثلا حاوية في العام، طبعا هو ميناء كبير يعني ميناء له أكثر من 100 سنة طبعاً. يمكن نتكلم على ميناء مرسي، كنا نتكلم على ميناء جنوى الإيطالية، هذه الموانئ ربما عندها أكثر من هي قيمة الأرقام أستاذ محمد الشرقي، هي قيمة المعطيات الإحصائية التي تم الكشف عنها اليوم وكذلك تداولناها في خلال هذه التغطية المباشرة، قيمتها ترتبط بعمر هذا المركب المينائي الذي هو عمر قصير جدا بالمعايير. وسأبقى في منطق يعني الربط كونكتيفيتي، تحدثنا عن إفريقيا ودول الغرب الإفريقي لأن هي التي تهمنا بشكل كبير، ساعة من أجل إيصال المواد إلى الجنوب الإسباني، 10 أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من ميناء طنجة المتوسط، وعشرون يوما تصل فيها هذه المواد والمنتوجات إلى الصين. يعني هي الأرقام دالة ودالة جدا من حيث قوة الربط الذي يتمتع به المركب المينائي. إذا أخذنا أي سلعة وأخذنا سعر السلعة، نجد أن الشحن أو النقل يمثل في المتوسط ثلث قيمة السلعة. أي سلعة في العالم تباع في أي سوق، يجب أن نعلم أن ثلث ديالها في المتوسط طبعا يكون للشحن. عندما نقول بين المغرب وجنوب أوروبا، يعني جنوب يعني أريد أن أعود إليك أستاذ محمد الشرقي، أرجو أن تسجل هذه الفكرة معنا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من ميناء طنجة المتوسط، معنا بالصوت والصورة موفدنا عبد المولى بوخريس. عبد المولى مساء الخير. مرحبا إيمان. إذن طبعا مساء الخير إيمان، تابعتم في عين المكان هذا الحدث الكبير والكبير جدا، حدث إعطاء انطلاقة ميناء طنجة المتوسط 2، ضعنا في الأجواء، الأجواء طبعا التي عاينتموها عن كتب. نعم إيمان، قبل قليل أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على إطلاق الشطر الثاني لميناء طنجة المتوسط، هذا المشروع الضخم الذي وضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة على مستوى المحطات اللوجستية المستوى اللوجستية. فنعم يعني قبل قليل أشرف ولي العهد على إطلاق المحطة الثانية. هذا المشروع هو ضخم بشكل كبير، قبل 12 سنة أطلق فعليا في بدأ فعليا في العمل، وأطلق أعطيت انطلاقته في انطلاقة العمل به في العام 2003. طاقة نعم طبعا ولي سمو ولي العهد مثل الملك في هذه هدف اعطاء انطلاقة المشروع او الشطر الثاني في هذا المشروع. وكما قلت فهذا المشروع هو ضخم بشكل كبير، حيث السنة الماضية بلغت طاقته الاستيعابية 3.4 ملايين حاوية، وهذه الطاقة الاستيعابية سترتفع الى 9 ملايين حاوية في المستقبل. المشروع منذ انطلاقته
تطلب استثمارات مالية بلغت 88 مليار درهم، 53 فيها هي ممولة من طرف القطاع الخاص، وهذا يمثل بشكل جلي الشراكة القوية بين القطاع الخاص والعام في هذا القطاع، الذي هو يشكل من بين الميناءات القليلة التي تمثل مساحات للصناعة وأيضا للوجستيك، خاصة في منطقة شمال المغرب حيث هناك مصانع كبرى للسيارات، مصنع رونو ومستقبلا مصنع بوجو في مدينة القنيطرة الذي سيتم بعث السيارات من هنا لكي تنطلق إلى إفريقيا وإلى باقي دول العالم. فهذا الميناء هو أصبح على الأول على مستوى إفريقيا، متقدما على ميناء سعيد بقناة السويس وميناء دوربان بجنوب إفريقيا، وطبعا هو أيضا مصنف من 83 عالميا كما كان من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية واللوجستيك إلى 17 حاليا، أي بأزيد من 70 درجة تقدم المغرب بعد انطلاق هذا المحطة الثانية. طيب عبد المولى، كان هناك اهتمام دولي كبير وكبير جدا من خلال حضور إعلامي وازن ومهم لهذا الحدث، قربنا أكثر من حظ هذا الحدث من التغطية الإعلامية، وهل فعلا كانت الطواقم الصحفية القادمة من مختلف أنحاء العالم تريد نقل الصورة بتفاصيلها؟ نعم إيمان، قيمة الحدث فرضت تغطية إعلامية كبيرة، لاحظنا أن مجموعة من القنوات العالمية الممثلة هنا في المغرب حضر ممثلوها من أجل تغطية الحدث، لكن أيضا هناك حضر إعلاميون من خارج المغرب من أوروبا خاصة لتغطية الحدث، وهذا يعكس طبيعة هذا الحدث الذي له امتداد دولي إفريقي وأوروبي، خاصة بالنسبة للشركاء الأفارقة وأيضا الأوروبيين الذين يرغبون في التقرب أكثر من هذا الحدث، الذي طبعا سيكون له تأثير على طبيعة المبادلات التجارية ما بين المغرب وشركائه في باقي الدول الأوروبية، خاصة وأنه قل بأنه الموقع الاستراتيجي لهذا الميناء بمحطتيها الأولى والثانية، فهو طبعا له تأثير كبير على مستوى الشراكة المتقدمة للمغرب مع الاتحاد الأوروبي وباقي الدول، وهذا ما فرض تغطية إعلامية كبيرة، عشرات الصحفيين كانوا هنا في انتظار هذا الحدث وينقلونه سواء على شكل مكتوب أو بالصوتي والصورة لمنابرهم الإعلامية، سواء الممثلة هنا في المغرب أو التي انتدبت إعلاميين من أجل خصيصة لتغطية هذا الحدث الاقتصادي واللوجستي الكبير. عبد المولى بوخريس، موفد ميديا ان تي في إلى ميناء طنجة المتوسط، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. سأعود إلى ضيفي في الأستوديو الأستاذ محمد الشرقي. إذن اهتمام عالمي وعالمي كبير جدا، اهتمام على مستوى وسائل الإعلام، وأنا يعني شخصيا تلقيت اتصالات من عدد من الصحفيين خارج المغرب يريدون الاعتماد، يعني اعتماد تغطية هذا الحدث الكبير. أنا أعتقد أن هذا الحدث يعني في حجمه الإعلامي يشبه مثلا تدشين جلالة الملك ل يعني محطات الطاقه الشمسيه نور في ورزازات، لان هذه نقول هذه الاحداث الكبرى يعني تكون دائما لها يعني تغطيه اعلاميه كبيره جدا، لانها فيها نوعا من دعني اقول لك شويه الغرابه. يعني لماذا وانت مفارقه يعني تجيهم هنا اللي بنقول يعني كيفاش دوله من الجنوب تفكر وتنفذ ولها ميناء بالحجم الدولي ديال الدول الكبرى، يعني هذا ربما هو الغرابه في الموضوع. يعني احنا عملنا في الصحافه الدوليه وتنعرفوا هذا الاهتمام، هو فيه شويه الفضوليه، بالتالي انه هذا الميناء لو تم مثلا يعني انشاؤه مثلا في فرنسا وليس حدث في بريطانيا قد يقولوا في امريكا عادي، لكن ان يكون ميناء من هذا الحجم في المغرب فهو ربما حدث كبير. مثلا أن تكون باخرة بحجم 400 متر وب 22 ألف يعني كونتنر يعني حاوية، يعني هذه لن تدخل إلا الموانئ الكبرى، وهي طبعا تخرج من موانئ الدول الكبرى، موانئ العملاقة احنا رجعنا لكلمة
فإذا هنا كاين الفضول وثم كاين الاهتمام انه هاد الارقام اللي حكينا عليها التقنيه، يعني شحال الحجم ديال الميناء، 9 مليون يعني حاويه 9 فصيله، نحن قريبا 10، فين غادي توضع، كاين الشروط المختلفه، شروط ديال البيئه، شروط ديال الصيانه، شروط ديال التواجد ديال شاحنات، طريقه العمل، فبالتالي هذا تيشكل واحد النوع ديال الاهتمام اللي حتى هما وسائل الاعلام ديالهم تتهتم به. ولكن عندما نرى ان شركه ماركس اللي هي، عندما نقول ماركس جميع موانئ العالم هي الراس ديالهم، يعني هي اللي تقولش تتحكم ولكن هي الفاعله، الفاعله المرجعيه، الفاعله المرجعيه، يعني هي الاولى، هي الاولى عندما تقدم شهاده بان ميناء طنجه المتوسطي من افضل الموانئ في العالم، فهذه الشهاده كافيه لكل وسائل الاعلام على ان ميناء طنجة المتوسط الاول واليوم التوسعه الثانيه، فبالتالي المغرب دخل فعلا الى نادي الدول الكبار في مجال الشحن البحري. أريد أن أتوقف عند معلومة مهمة جدا جاءت على لسان الزميل عبد المولى بوخريس، وهي أن القطاع الخاص يعني ساهم في كل ما يرتبط بتوسعة ميناء طنجة المتوسط ب 53% من الكلفة. كيف نقرأ هذا الرقم الدال؟ يتعلق الأمر بإجماع حول مشروع وطني يريد الجميع أن يساهم فيه، لأن الجميع يدرك قيمته وأهميته، المشروع الذي يشرف عليه عن كتب الملك محمد السادس. وطبعا لانه كما قلتي وتفضلتي مشروع يشرف عليه ويواكبه جلاله الملك شخصيا، ونحن نعلم ونعرف ونتابع ان المشاريع التي يواكبها ويتابعها جلاله الملك هي مشاريع ناجحه دائما. طبعا القطاع الخاص، هنا نتحدث عن القطاع الخاص عالمي، في قطاع خاص مغربي، في قطاع خاص عربي، في قطاع خاص أوروبي، في قطاع خاص دولي، فبالتالي نحن أمام يعني، والقطاع الخاص ككلمة هنا معناها يعني ماشي بالمفهوم اللي تنخدم احنا عام خاص، لا، هما هادو شركاء كل واحد يقوم بدوره، يعني القطاع العام في البداية قام بدوره من ناحية التجهيزات الأولية يعني والبنية التحتية. طبعا البنية التحتية غالبا يعني تقوم بها يعني القطاع العام يعني، لكن عندما تندخلوا الى الميناء من حيث تكنولوجيا الميناء، لان الميناء دار تكنولوجيا، راه كله تكنولوجيا، خصنا نتفاهموا بها، هنا يدخل القطاع الخاص، لان القطاع الخاص له خبرة، له تجربة، له طبعا الجانب الربح هذا كاين يعني كله يسعى، ولكن اساسا انه هناك رهان على نجاح واحد المشروع. احنا شفنا على انه اليوم في السنوات ال 16 سنه ان الميناء حقق اكثر مما كان منتظر منه، فبالتالي اكيد جدا انه في الان التوسعه ديالو وان الافاق الجديده انه القطاع الخاص العالمي سياتي كما قلنا وستزيد الاستثمارات، لان هناك يعني الان تاكيد على نجاح هذه التجربه ولان الناس اللي استمروا فيه يعني حققوا ارباح. طبعا خلال هذا النقاش الذي جمعني بك أستاذ محمد الشرقي تطرقنا إلى أهمية هذا الميناء أو المركب المينائي في مجال نقل المسافرين، وفي هذا السياق مجهودات كبيرة تقوم بها عناصر المنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسط من أجل تنقل آمن للمسافرين ومراقبة متواصلة على مستوى نقاط حركة الميناء الذي يعتبر، ونؤكد عليها من جديد، يعتبر الأول إفريقيا. ريبورتاجنا في الموضوع أعده الزميل محمد الريشي. أعين أمنية بأحدث التكنولوجيات تسهر على مراقبة ميناء طنجة المتوسط المصنف الأول إفريقيا والذي يجمع بين حركة المسافرين والنقل الدولي، الشيء الذي يتطلب يقظة وكفاءة من الفرق الأمنية بالميناء. طنجة المتوسط هو مركب مينائي بحجم وطابع اقتصادي كبير، وهو كذلك نقطة حدودية من أجل العبور، وتمشيا مع هذه الميزة ومن أجل مواكبة هذا التطور المستمر للمركب المينائي الذي يعد بوابة رئيسية للعبور نحو ومن إفريقيا، فالمديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار استراتيجيتها العامة للمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات تبني خطتها الأمنية بمنهجية شمولية ومقاربة ترمي إلى دمج التقنيات الحديثة لمراقبة حركات عبور الأشخاص والسلع، إضافة إلى سلامة المنشآت البحرية. عمليات مراقبة آنية لميناء طنجة المتوسط، والهدف الرفع من جاهزية ونجاعة التدخلات الأمنية بالميناء.
إضافة إلى العنصر البشري المتخصص في المراقبة الحلولية، يتم الاعتماد على مجموعة من الوسائل التقنية الحديثة، سواء تلك التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني على سبيل المثال كالنظام الجديد للسير ومراقبة المسافرين الذي تم تعميمه على جميع النقاط الحدودية المملكة وهو يسمى بالـ SGPF. هناك قاعة المواصلات المحلية مزودة بنظام كاميرات المراقبة التي تغطي جنبات الميناء وتقوم بتتبع حركات السير والوضعية داخل الميناء، كما أن هناك مجموعة من الوسائل التكنولوجية المعتمدة في المراقبة الإلكترونية الخاصة بمنافذ ومداخل الميناء، وقواعد البيانات الخاصة ببواخر الشحن وعربات النقل الدولي اللي كتوفرها وكتوضعها السلطة المينائية رهن إشارة هذه المنطقة الأمنية. خطة أمنية لعناصر المنطقة الأمنية لميناء طنجة المتوسط سنة 2019 مكنت من توقيف أزيد من 2000 شخص في حملات تطهيرية وإحالة 27 قضية تهريب المخدرات، فضلا عن 29 قضية التجار في البشر والعملة الصعبة. وأكبر عملية توقيف شاحنة محملة ب 56,000 قرص مهلوس. هذا الروبورتاج طبعا كان في إطار أو عرضناه في إطار تغطيتنا للحدث، حدث تمثيل ولي العهد الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس في حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، وهي منصة ستمكن من تحويل المركب المينائي طنجة المتوسط إلى ميناء رائد وأول قدرة مينائية بالبحر الأبيض المتوسط. وسيدعم هذا الميناء الجديد الذي يشتمل على محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية، ستدعم موقع المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب مرجعي في إفريقيا والعالم من حيث التدفقات اللوجستيكية والتجارة الدولية، لتتجاوز قدرته الاستيعابية 9 ملايين حاوية. ويأتي أيضا لتعزيز تموقع المملكة في الفضاء الأورومتوسط وداخل محيطها المغاربي والعربي، وكذا لتتمين مكانتها كقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا من جهة والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، وكذا تعزيز دورها دور المملكة المغربية المركزي في الآن ذاته كشريك فاعل في المبادلات الدولية ومندمج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد. طبعا ميديا ان تي في تواصل تغطية هذا الحدث. سأشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد الشرقي المحلل الاقتصادي على إسهامه الفعال والذي أغنى طبعا هذه التغطية الخاصة والمباشرة لميديا ان تي في، والآن نفسح المجال لاستجواب أجرته موفدة ميديا ان تي في جوهرة لكحل، أجرته مع إدريس عرابي مدير العمليات الاستيرادية والتصديرية بميناء طنجة المتوسطي. تغطيتنا لهذا الحدث ومواعيدنا الإخبارية متواصلة على ميديا ان تي في، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.